السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي جبناكم السيارات اللي وضعتوها في التعليق. خوتي اللي خصتوا أي سيارة يكتب لنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. خوتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله. كادي 2014 إديسيو 30 طاقة مازوت المحرك 2.0 140 شوفوا ماشية 145 في كاتيجري الصافية. سعر مولاها يقول 350 مليون قابل للتفاوض. خاطي السيارة موجودة في البليدة. قرروا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. كادي 2019 طاقة مازوت المحرك 1.6 صندو شوفو ماشية 75 ألف كارتيجري الصافية. خاوتي السيارة طوله 350 مليون موجودة في البليدة. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. كادي 2014 الطاقة مازوت المحرك 1.6 صندو شوفو ماشية 254 ألف كاتيجري الصافية. سعر مولاها يقول 240 مليون قابل للتفاوض. خاوتي السيارة موجودة في تيزي ويزو بوغني. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. ليو كوبرا 2021 علبة سرعة اوتوماتيك ماشية 8000 الوثائق رصاص مجهز. السعر مولاها يقول 785 مليون قابل للتفاوض. خاوتي السيارة موجودة في تلمسان. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. دي اف ام 2010 طاقة بنزين محرك 1.0 ماشي 179 ألف كاتيجري الصافية. سعر مولاها يقول 67 مليون قابل للتفاوض. خاوتي السيارة موجودة في الجزائر الخريصية. قرأوا البطاقة التقنية من خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه.
دي فهم دمي نفط طاقة بنزين ماشي 165 ألف كارت غريس صافية سعر مولاها رايقو 90 مليون بريفيكس خوتي السيارة موجودة في البليدة مفتاح. راو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطو لمولاها.